واحترامي لجميع الحاضرات والحاضرين ساكنة مدينة الناظور والجماعات المجاورة والجماعات تحية هذه بسبب مجيئكم لهنا من أجل دعم مرشحي الحركة الشعبية اللوائح الانتخابية التي تقدم بها هذا الحزب على مستوى إقليم الناظور وعلى مستوى أيضا إقليم دريوش. تحية على دعمكم بحضوركم لمرشحنا في مختلف الدوائر الانتخابية في الجماعات القروية. ومن خلالكم حضرات الأخوات والإخوة أرحب أقدم تحية تقدير وإجلال لجميع أعضاء المكتب السياسي الذين حضروا معنا هنا، وعلى رأسهم الأستاذ المحترم السيد محمد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والسيد وزير السياحة سي حداد، وأيضا رئيس المجلس الوطني للحزب أستاذنا وأخونا محمد الفاضلي، والشبيبة الحركي وجميع مكونات القيادية لحزب الحركة الشعبية التي حضرت معنا. لتعلموا جميعا حضرات الأخوات والإخوة أن حضور هذه القيادة الوطنية هنا لم تأتي من أجل أن تواكب فقط مهرجاننا، إنها هنا من أجل أن تعطي مغزى لهذا المهرجان، مغزى الالتزام معنا ومعكم، بخصوص مغزى الالتزام معكم. إنهم نشهدهم على ما نقدمه لكم من وعود ومن التزامات بخصوص البرامج والمشاريع التي اصطرناها معكم من خلال اتصالاتنا معكم في جميع الأحياء والجماعات المكونة للناظور. بحضورهم مغزى، سواء أكانوا في الحزب قياديين أو متحملين مسؤوليات حكومية على المستوى الوطني، فمرحبا بهم جميعا. إن أزول خوم مرة أزول سماجي تودا بيكسير. أولا نشكى سيد الأمين العام محمد العنصر خل حضور النس الفعلي على إكيز يوسين شخص نطاس سفكم خاسر يجب نمشي ندو السيد محمد الزبار الحضور السيد الأمين العام وليت لجنة الدلالة هما هذه الالتزامات التزمت السكينة النظر باللي نمشي نلقى جيد جديين والحضور نس كذلك التزام الوعود إذا من الشعب بالمصالح السكينة النظر إن شاء الله يخلق من ذي المستقبل ما لا يفوز الرئاسة إن شاء الله بحول الله. نفس المرة الإخوان تندمت النظر ولم تمر ستة وينون البيئة منعدمة النظافة كذلك ولو نفس ولا من نفايات الشوارع النظات هو نفراد شوما مشاكل مثل من البيئة مشاكل البنية التحتية مشاكل الطرق مشاكل الواد الحار الطاس بلا ما إذا غدا الطاس الحوايج كنت قلت ولا في المرة وسط المدينة تعيش فوضى الأسواق الأسبوعية يومية في مدينة الناظور الشيء الحمد لله للائحة الحركة الشعبية قد ورمت مرجة في التوينون لائحة تروى العائلة ليس دكاترة أساتذة مهندسي مقاولي من جميع القطاعات ولهذا هما القارب بجميع القطاعات يتمثلون نيوض النظر بلدي الشيء إن شاء الله أنت في الرئاسة بحول الله زيون كيف نخدم ماشي برنامج تقليدي كيف البيروت بلعب طوار الشنغال برامج نبتكر برامج جديدة نخدم المصالح
سعمل التشاركي أتي ومتنيو أت المجتمع المدني وطلع على الله ورقيز إن شاء الله الشنكة توعدك توعدك النيو في خلال السنة فمزوات أتلاحظ التغيير في المدينة النظر بركي غانغ البروغرامين كا دي المستوى إن شاء الله نخدم خاصة خسوية. لذلك الإخوان الشباب الشابات لذلك تغزلون جميعا المزيد من الوعي تغزلون كذلك تصوتم في الحركة الشعبية رمز صوتنا هما على الصوتان نخدم المصالح مساكن النظر ولهذا تشكر الجمهور مرة إغانغ يوسين وقارس نهار الموعد لنا نهار غتحكم كنيو يوم الجمعة كنيو غيحكم نريد التغيير موت 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 هي ماكينة هي ماكينة والنيو يخلي نشال حد ياكو حد نوجدك ولهذا كذلك شكاكني والطاس في المجيء نوام الصبر الممكنة وشكرا للجميع فيني شيئا جماعة من الجهل والأميين الذين سياروا البلدية قيل تصد سنوات ألحقوا فيها خلالها بسكان النظور ألحقوا السوء والإساءة والإهانة بسكان مدينة النظور إن النظور أعد أكرر تستنجد بكم حضرات السادة والسيدات من أجل إنقاذها من خلال التصويت بكثافة على لائحة ومرشحي الحركة الشعبية على مستوى محلي أو على مستوى جهوي إن النظور في حاجة إلى فريق مؤهل من الكفاءات من النخبة العلمية المثقفة المعترف من الاقتصاديين رجال الأعمال التجار من أجل المساهمة في خلق الثروة في هذه المدينة المساهمة في خلق شروط الاستثمار والتنمية المستدامة بالمدينة من أجل خلق شروط التشغيل بالنسبة لشبابنا الذين هم في أمس الحاجة إلى التشغيل على أساس ذلك